بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم فاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد والذين آمنوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل
الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم أقدامكم يا أيها الذين آمنوا والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار و
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين هي أشد قوة من قريتك التي أهلكناهم فلا ناصر لهم. صدق الله العظيم. الفاتحة.